أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، وعلى آله وأصحابه الذين ضربوا في الصفح والعفو المثل الأعلى. أما بعد، فنتحلق اليوم ونجتمع حول قصيدة تسمى بال السعاد. وقبل الحديث عن القصيدة شرحا وبيانا وتوضيحا، ينبغي أن نتحدث عن المقصد، المقصد الذي أبدع هذه القصيدة. من هو؟ هو الصحابي الجليل، الشاعر المخضرم. وإذا قيل الشاعر المخضرم، هو الشاعر الذي عاش العصرين الجاهلي والإسلامي. هذا الشاعر يسمى كعب. اسم والده زهير. كعب شاعر، ابن شاعر، حفيد شاعر. كعب شاعر، والد شاعر، وجد شاعر. والده زهير، وزهير فحل من فهول الشعر، أحد أصحاب المعلقات. كان سيدنا عمر يفضله ويقدمه على الشعراء جميعا. قال يوما لابن عباس: أنشدني لشاعر الشعراء. قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير. قال: بما صار أشعر شعراء؟ قال: لأنه لا يتتبع هوشي الكلام، ولا يعاظل في المنطق، ولا يقول إلا ما يعرف، ولا يمتده الرجل إلا بما يكون فيه. كلمة موجزة، ولكنها كلمة نقدية. كانت نبراسا ومصباحا للنقاد عبر العصور. لا يتتبع حوشي الكلام، في شعره لا تجد غريبا يقض العقل والذهن، ولا يعاظل في المنطق، لا تجد تعقيدا في كلامه، ولا يقول إلا ما يعرف، لا يكذب، ولا يمتله رجل إلا بما يكون فيه، لا يكذب أبدا في المديح. إذن زهير، هذا الفهم هو الذي أنجب كعبا. وزهير والده يكنى بأبي سلمى بضم السين، وأبو سلمى كان شاعرا، أبو سلمى كان شاعرا. كعب ولد عقبة، وعقبة شاعر كبير. عقبة ولد العوام، والعوام شاعر كبير. هناك خلاف بين المؤرخين، هل العوام ولد كعب أو حفيده؟ ومنهم من يقول بأنه كان هناك عوامان، أحدهما حفيد والآخر ولد. وإذا نظرنا إلى سلمى، وهي أخت زهير، وهي خالة من؟ كعب. كانت شاعرة أيضا. وسلمى لها أخت تسمى الخنساء، هي أيضا شاعرة. وزهير له خال يسمى بشامة ابن الغدير، هذا أيضا كان شاعرا. إذا كعب من بيت الشعر. الشعر عند كعب موروث وَمُورَثٌ، موروث ومورث.
هو من طينة الشعر ومن مائه، يجري الشعر في عروقه وفي شرايينه. زهير والده، يعني والد كعب، كان يدرب كعبا على الشعر، يخرج به إلى السهراء فينشد بيتا فيطالبه بأن يجيز، والإجازة عند الشعراء أن يتمم البيت أو أن يتمم الشطر، يقول بيتا ويطالبه بالإجازة، يعني أن يأتي ببيت يوافق هذا البيت في المعنى وفي الوزن وفي القافية وفي الروي وفي حركة الروي. بمجرد أن ينشد بيت فإذا بولده يجيز وينشد الشطر وكعب يتمم. هكذا خرج زهير كعبا. إذا لا غروة أن نجد كعبا فحلا من فحول الشعر. سئل خلف الأحمر، وهذا ناقد كبير ومن رواة الشعر، أيهما أشعر، زهير أم ابنه كعب؟ قال خلف الأحمر: لولا أبيات لزهير أكبرها الناس، يعني أعظمها الناس واستحسنوها، لقدمت كعبا على زهير، لقدمت كعبا على زهير. إذن نحن اليوم مع كعب ابن زهير، وهو صحابي جليل. أنشد قصيدة تسمى بان السعاد، والقصائد التي افتتحت بهذه الجملة بان السعاد تزيد على 500 قصيدة. يعني أنت إذا نظرت إلى الشعر من الجاهلية الجهلاء إلى يوم الناس هذا، ستجد أن القصائد التي استفتحت ببان السعاد، يعني في أول بيت بان السعاد، هذه القصيدة تزيد على 500 قصيدة. وهذا يعني أن هذا التركيب بان السعاد تركيب معرق في الشعر. ولكن إذا قيل بان السعاد فإن الذهن ينصرف إلى هذه القصيدة التي نحن بصدد شرحها، وتسمى لامية كعب. وكعب له قصائد هي اللاميات، ولكن إذا قيل اللامية لكعب فإن الذهن ينصرف إلى هذه القصيدة التي نحن بصدد التبرك بها. وإذا قيل وتسمى أيضا قصيدة كعب، وإذا نظرت في ديوانه تجد قصائد كثيرة، ولكن إذا قيل قصيدة كعب فإن الذهن ينصرف إلى هذه القصيدة التي نتمسه بها اليوم وتسمى الكعبية، وهذا من حذف الموصوف، لأن الأصل القصيدة الكعبية. هذه القصيدة وصلت إلى 57 بيتا، إلى 57 بيتا، كل بيت يعدل قصيدة إلا غير كعب، جودة وروعة وطلاوة وحلاوة وجمالا وبهاء. هذه القصيدة قصيدة فقهية ونحوية وبلاغية ونقدية. بلاغية لأن هذه القصيدة منجم من المناجم التي يستخرج منها الأصول البلاغية. قصيدة نحوية لأن كل بيت من أبيات هذه القصيدة شاهد من الشواهد النحوية، لأن مبدعها حجة من الحجج، لأنه عاش في عصور الاحتجاج. قصيدة نقدية
لأن مسائل نقدية كثيرة دارت حول هذه القصيدة. قصيدة تاريخية. قصيدة تاريخية، لأنها ترجع بأذهاننا إلى هذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين صحابته، بين صحابته، ويدخل عليه كعب وينشد هذه القصيدة الغراء. وهي قصيدة فقهية، لأن هذه القصيدة وملابسات هذه القصيدة تستنبط منها أحكام فقهية كثيرة. يقول لك في الفقه يجوز الغزل إن لم يكن الغزل فاحشا، ولم يكن الغزل في امرأة معينة. يقال ما الدليل على ذلك؟ يقال الدليل على ذلك أن كعبا تغزل في الحضر في حضر في الحضرة النبوية الشريفة. يقال لك يجوز أن ننشد الشعر في المسجد، كما نتلو القرآن في المسجد يجوز لنا أن نتلو الشعر في المسجد. يقال ما الدليل على ذلك؟ تقول الدليل على ذلك أن كعبا أنشد قصيدته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقال لك يجوز أن تمدح الرجل في حضرته، يعني أنت جالس يجوز لك أن تستمع إلى من يمدحه إن كان مدحه صدقا. يقال ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن كعبا مدح النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته. يقال لك يجوز لك يجوز المبالغة في الشعر. يقال ما الدليل على ذلك؟ تقول بأن كعبا له مبالغات في قصيدته. يقال لك يجوز أن نقدم جائزة فنية رفيعة لمن يمدحنا، إذا مدحك واحد يجوز لك أن تقدم له جائزة. يقول ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كعبا على هذه القصيدة ببردته، عندما قال كعب: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، يعني أجازه النبي بردته. يقال لك تقول يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن سيدنا معاوية رضي الله عنه أراد أن يشتري هذه البردة من كعب ب10,000 درهم، فقال كعب: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدا. وإنما توفي كعب اشترى معاوية هذه البردة من ورثته ب20,000. لماذا اشترى هذه البردة؟ تبركا بها، تبركا بها. وهذه البردة هي التي كان يلبسها الخلفاء في العيدين، حتى وقعت حادثة التتار فضاعت. هذه القصيدة تسمى كذلك بالبردة. وإذا قلنا البردة فإن الذهن ينصرف إلى بردة مولانا الإمام البصيري شيخ المادحين، تلك البردة التي شرحناها في العام الماضي ونشره في هذا العام أختها. إذن هذه القصيدة تسمى بالبردة. لماذا؟ لأن النبي أجاز كعبا بردته. إذن هناك بردتان، بردة في اليقظة، يقظية جاءت في اليقظة، وبردة جاءت في المنام. الإمام البصيري رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وألقى عليه بردته، فسميت القصيدة بردة، وتسمى أيضا برأة لأنه برئ بها.
وهذه التي نحن بصدد شرحها تسمى بردة. لماذا؟ لأن صاحبها أجيز بردة عليها. إذا هناك بردة جاءت في اليقظة، وهناك بردة جاءت في المنام. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. كلتا البردتين مباركة. وكان من أهل العلم من يفتح مجلسه ببردة كعب، يعني إذا جلس في المجلس ليفسر كتاب الله ينشد أو يستنشد بردة كعب قبل البدء في الدرس. إذا أراد أن يشرح الفقه يستنشد قصيدة كعب تبركا وتيمنا بهذه القصيدة. إذن ينبغي أن نعرف مناسبة هذه القصيدة، وأن نعرف كذلك الموضوعات التي حفلت بها القصيدة. ما هي مناسبة هذه القصيدة؟ وقلنا بأن مناسبة القصيدة بمثابة سبب نزول الآية عند المفسرين، وبمثابة سبب ورود الحديث عند المحدثين. مناسبة القصيدة تعيننا على فك رموز القصيدة، على حل طلاسم القصيدة، على فهم ما غمض ودق وبعد عنا في القصيدة. ما هي مناسبة هذه القصيدة؟ نحن الآن في سنة الثامنة من الهجرة، في سنة الثامنة من الهجرة، وهي السنة التي أنشد فيها كعب هذه القصيدة. بعد ظهور الإسلام، وبعد أن بزغت شمس الإسلام على الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله وحدات وزرفات، إذا من الناس من تأخر إسلامه. كعب له أخ يسمى بجيرا. بجير أيضا شاعر لا يشق غباره. بجير وكعب لما نزل حل في مكان يسمى أبرق العزاف، يسمى أبرق العزاف، وهو ماء لبني أسد في طريق القاصد إلى المدينة. إذا كان الرجل يخرج من البصرة إلى المدينة فإنه يمر بماء تسمى أبرق العزاف. والأبرق في اللغة الرملة المختلطة بماذا؟ بالحصى والطين. أما العزاف فلأنهم قالوا بأنهم كانوا يسمعون عزيف الجن في هذا المكان. إذن كعب وأخوه بجير نزلا في هذا المكان، فقال بجير لأخيه كعب: أمكس في الغنم، ابقى هنا مع الغنم، أذهب إلى هذا الرجل لأسمع كلامه. تفهمون هذا؟ إذن بجير يقول لأخيه كعب بأن يمكس في الغنم، وأنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامه. وعندما ذهب إليه واستمع إليه صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره للإسلام، فأسلم بجير. ترامت الأنباء ونمت الأخبار إلى من؟ إلى كعب بأن أخاه بجيرا أسلم. فاستشاط كعب غضبا، ضاق صدره بإسلام أخيه،
فكتب إليه رسالة يقول فيها: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنحلك المأمون منها وعلك، ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على مذهب لم، وفي رواية على خلق، وفي رواية على دين، على مذهب لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما أعسرت لعن لك. يقول له: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، يستفتح هذه الأبيات بقوله أبلغها، ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، يخاطب صاحبيه ويقول لهما بأن يوصل رسالة إلى أخيه بجير. ما محتوى هذه الرسالة؟ أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فهل لك فيما قلت، فهل لك حذف المبتدأ، فأصله فهل لك إرادة، فهل لك إرادة وعزيمة واعتكاد فيما قلت، يعني أنت اعتنقت الإسلام وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل لك إرادة صادقة، هل لك عزيمة جازمة على هذا القول الذي نطقت به، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك. فهو يكرر تأكيدا للسابق، وقوله ويحك يترحم عليه، يرى بأن أخاه وقع في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى، فهو يرثي لهاله ويحك. سقاك بها المأمون كأسا روية، المأمون هو النبي صلى الله عليه وسلم. عجبا للكفر، عجبا للكفر، يسمونه مأمونا ويسمونه أمينا، ومع ذلك يعرضون عن دعوتي. سقاك بها المأمون كأسا روية، يقول بأن النبي سقى أخاه بهذه الكلمة، بها بكلمة الشهادة، كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك. النهل هو الشرب الأول، والعلل الشرب الثاني. يريد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سقى كعبا بجيرا بكلمة الشهادة مرة بعد أخرى، فهذه الكلمة امتزجت ببجير بلحمه وبدمه، ففارقت أسباب الهدى واتبعته، فارقت أسباب الهدى سبحان الله واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، يعني دلك غيرك على أي شيء، يعني هلكت هلك غيرك، ويب غيرك يعني هلكت هلك غيرك، يعني الذين المهاجرون والأنصار هؤلاء هلكوا في منطق كعب قبل أن يسلم، يعني بجير انضم إلى الحلقة، ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على مذهب لم تلفي عليه أما لم تلفي عليه أما ولا أبا، على مذهب لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك، يعني يريد أن يقول بأنه الآن ذهب مذهبا وأخذ بدين لم يجد عليه أبا ولم يلفي عليه أمة ولم يجد عليه أخا له، فهو فارق يعني النمط الذي كان عليه أهل البيت، أهل بيته هو. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف، إن لم ترتد عن هذا المذهب الذي ذهبت إليه فلست بآسف ولا قائل، إما عسرت لعن لك، لن أترحم عليك أبدا. هذه الأبيات عندما وصلت إلى بجير، بجير
نقلاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يشأ أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة أو هذه الأبيات. إذن أنشد النبي الأبيات، فإنما قال سقاك بها المأمون كأسا روية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مأمون وإنه كذوب أنا المأمون. وإنما قال لم تلفي عليه على مذهب لم تلفي أما ولا أبا، قال النبي حقا أجل لم يلفي عليه أبا ولم يلفي عليه أمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي كعبا فليقتل، من لقي كعبا فليقتل. قصيدة فقهية يستنبط حكما هنا، أنا لن أستنبطه لك. تفهمون هذا؟ من لقي كعبا فليقتل. إذن أخوه بجير شاعر كبير رد على رسالة، ماذا قال؟ من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها، من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أهزم. إلى الله للعزى واللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. إذن أجاب بهذه الأبيات، ثم قال في ذيل رسالته بأن النبي أحضر دما، أصدر قراره بقتله، وأنه إذا جاء إليه تائبا مسلما فإنه سيعفو عنه، لأنه لا يسأل ما تقدم على الإسلام. إذن عندما وصلت الرسالة إلى كعب ضاقت به الأرض بما رغبت، خاف ففزع إلى قبيلته مزينة، وهذه القبيلة كانت قد أسلمت فتبرأت منه. ورأى كعب بأن يذهب إلى المدينة، وكان الله قد شرح صدره للإسلام لأن هذا أخوه، وقال له هذه الأبيات. إذن كعب ذهب إلى المدينة ونزل على رجل من جهينة، قيل علي كرم له وجهه، وقيل بأنه أبو بكر الصديق. على كل حال نزل على رجل، هذا الرجل ذهب به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا، وأشار إلى النبي وهو في المسجد، وهو بين ظهرانيه أصحابه من المهاجرين والأنصار. فقام إليه كعب فوضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كعب جاءك ليستأمنك ليطلب منك الأمان، فهل أنا إذا أتيت بكعب إليك تقبل منه ذلك؟ قال نعم، فأماط اللثام لأنه جاء متنكرا، أماط اللثام عن وجهه فقال أنا كعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما يقول، فاستنشد أبا بكر الصديق، النبي يطلب من أبي بكر الصديق أن يسمعه الأبيات التي قالها كعب. وأبو بكر الصديق انظر إلى فطانته وإلى ذكائه،
وإلى حبه لغيره من المسلمين. عندما قال النبي بأن ينشده الأبيات أنشد البيت الذي يحنن النبي على كعب، يعطفه عليه، يجعله مشفكا عليه. ماذا قال؟ سقاك بها المعمون كعسا روية، فأنحلك المعمون منها وعلك. المعمون هذا لقب عظيم جدا، فأسمعه هذا البيت. وكعب فهم بأن أبا بكر الصديق قلبه معه، وأنه يريد أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: لم أقل كذلك، وإنما قلت سقاك أبو بكر بكعس روية فأنحلك المأمون منها وعلك. لماذا سقاك أبو بكر بكعس روية؟ فهو الآن يريد أن يقدم عيدا جميلا لأبي بكر الصديق، فهو يشير هنا إلى أن أخاه بجيلا أسلم بسبب أبي بكر الصديق، لأن أبي بكر الصديق هو الذي رغبه في الإسلام. تفهمون هذا؟ فقدم له صنيعا عقل، ويقول لم أقل كذلك، وكل فهم الموقف، كل فهم الموقف، شاعق داعب. تفهمون هذا؟ إذن هذه هي مناسبة هذه القصيدة. هناك أنصاري هب قال وسل سيفه من غمدي، يريد أن يفصل رأس كعب عن عنقه. يقول دعني يا رسول الله، دعني وعدو الله، دعني وعدو الله، أضرب عنقه أو أضرب عنقه، يجوز الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه جاء تائبا نازعا، تائبا إلى الله، نازعا نازعا مشتاقا إلى الإسلام. إذن كعب وهو يدخل في المدينة وهو ينشد هذه القصيدة كان الإسلام قد وقر في قلبه، لا يقال بأنه أنشد هذه القصيدة لحقن دمه، لا، فإن الله شرح صدره بالإسلام قبل أن يصل إلى المدينة، فهو دخلها والإسلام قد أخذ مكانه في قلبه. تفهمون هذا؟ دعه فإنه جاء تائبا نازعا، فأنشد كعب هذه القصيدة وهي في 57 بيتا. تتميز هذه القصيدة بأمور، بمزايا. هذه القصيدة أول من شرحها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من نقدها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من قومها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي القصيدة التي نالت الجائزة النبوية الشريفة. كيف؟ في قول كعب كنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. إنما قال في حرتيها، قال النبي للصحابة ما معنى هذه الكلمة؟ فقال بعضهم يقصد عينيها، ذهبوا مذاهب شتى، فقال النبي بأنه يقصد أذنيها. إذن أول من شرح هذه القصيدة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال كعب إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول، قال في الأول إن الرسول لنور، وفي رواية لسيف، يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن من سيوف الله لا من سيوف الهند. إذا أول من نقد هذه القصيدة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والشتان ما بين التركيبين من سيوف الهند ومن سيوف الله. من سيوف الهند، سيوف الهند قد تجور
أليس كذلك؟ وقد تعدل، قد تظلم، وقد تنبو عن الضريبة، يعني قد تضرب دون أن تخطأ، أن تنفذ في الضريبة. أما سيوف الله فإنها لا تنبو أبدا، وكذلك لا تظلم، وإنما تحق الحق وتدحض الباطل وتستأصله. شتان ما بين التركيبين في المعنى، وكذلك أيضا في اللفظ، لأنه قال مهند، مهند هذا هو السيف، السيف الهندي. إذا قال من سيوف الهند هذا فيه تكرار، هذا ليس مفيدا. إذا شتان ما بين الأمرين، والسيوف هنا مضافة إلى الله، والمضاف قد يكتسب التشريف والعظمة والتبجيل من المضاف إليه، وهذا من هذا القبيل، وهذا من هذا القبيل. هذا البيت عندما تلاه كعب أجازه النبي بردته، قدم له البردة التي كان يلبسها. وإنما قال كعب لا يكا طعن إلا في نهورهم، وما لهم عن هياض الموت تهليل. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه معجبا بهم، مستحسنا هذه الأبيات. إذن أول من شرح هذه القصيدة هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شرح هذه القصيدة سنة. أول من استحسن هذه القصيدة وقومها هو النبي. الصحابة جميعا حوله، كل أذن إلى من؟ إلى كعب. كل أذن إليه، كأن لرؤوسهم الطير لا تسمع حسيسة من جودة الشعر. لكن ما قلنا لكم هذه القصيدة من أروع القصائد العربية. هو شاعر المخضرم، وإلى هذه القصيدة تفوق جميع المعلقات، جميع المعلقات، هي معلقة المعلقات، هي معلقة المعلقات، لا من الناحية الدينية فحسب، بل من الصياغة، من الأسلوب، من الفصاحة، من البلاغة. وقد تصدى كثير من أهل العلم لشرح هذه القصيدة، شرحها ابن السبكي، تاج الدين السبكي شرح هذه القصيدة في طبقات الشافعية الكبرى، وشرحها ابن العثير في النهاية في غريب الحديث، وشرحها الأنباري، وكذلك ابن هشام. وأنا لن أذكر لك شروحا كثيرة، ولكن أوصيك بشروح ثلاثة لابد منها، وهذه الشروح ينبغي أن تكون مع كل واحد منكم. بدأنا الشرح اليوم وسنختم الكتاب في مثل هذا اليوم أو قبل مثل هذا اليوم، يعني في أسبوعا، نبقى مع القصيدة أسبوعا. كنا نريد أن نشرح الهمزية في المولد، ولكن صادف المولد الامتحانات، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، إذا جاءت الامتحانات فلا قراءة إلا في المقرر. وقد وضعت الامتحانات أوزارها، وضعت أوزارها. إذن قبل أن نواصل في الدروس النحوية، نتبرك بهذه القصيدة أسبوعا لنكون في ظل هذه البركات وهذه النفحات، لعل الله ينظر إلينا فيفتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. آمين آمين آمين. إذن اشتري شرح ابن هشام،
تجد هذا الشرط في صبي ما شرح الباجوري معا في الهامش. والشري شرح السيوطي يسمى كنح المراد في بيان بان السعاد، يسمى كنح المراد في بيان بان السعاد لمن؟ لجلال الدين السيوطي. ولكن الشر الذي لا غنى عنه هو شرح ابن هشام. وإذا استطعت أن تشتري حاشية البغدادي على شرح ابن هشام فهذه الحاشية مع شرح ابن هشام يغنيان عن كل شر من الشروع التي وضعت على بان السعاد. هذه الحاشية في مجلدات في ثلاثة في ثلاثة. هذه الحاشية تغنيك عن ماذا؟ عن كل شرح من الشروط الموضوعة على بان السعاد. لمن؟ لعبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب. وابن هشام في هذا الكتاب أظهر عضلاته النحوية، وتجد مسائل نحوية في هذا الشرح ليست موجودة في المغني ولا في أوضح المسالك ولا في قواعد الإعراب ولا في شرح قطر الندى ولا في شرح شذور الذهب. إذا شرح ابن هشام اشتري هذا الشرح واقرأه على بخس مرارا وتكرارا. العلم لا يثبت إلا بتكرار. وأنا قلت لكم بأن المزني قرأ الرسالة للإمام الشافعي 500 مرة. قرأ هذه الرسالة مرارا، وفي المرة الأخيرة فهم ما لم يفهمه في المرات السابقة. هذا يدل على أن العلم لا ينبغي للطالب أن يفطر فيه، ينبغي أن يواصل. حتى اليوم إذا قرأنا الأجرمية سنستنبط من الأجرمية ما لم نستنبطه في دروس سابقة. العلم هكذا فتح من الله، وأنت في المصل لا يفتر عليك في مسألة، وهذه المسألة تفتر عليك وأنت في الحمام. رأيت العلم؟ هناك مسألة لم تفهمها إن الشيخ الأعظم وفهمتها عند مع زميل لك، مع زميل لك، ولم تفهم هذه المسألة إن حجة الإسلام، ولكن الزميل لك هو الذي استطاع أن يقرب إليك هذه المسألة. إياك أن تحقر العلم أو أن تنظر إلى العقاب. انظر إلى ما يقال، انظر إلى ما يقال. هذا مهم جدا. كثير من طلاب العلم ضلوا عن هذه الحقائق. أنا لن أجيزك وليس أعلمك. إذا هذه القصيدة تحفظناها من العيب الذي يعيب الطالب، من الشيب الذي يشينه، أن يقال بأن هذه القصيدة ليست محفوظة لديه. هناك قصائد عربية لابد من أن تكون محفوظة عند الطالب، عيب. قصيدة كعب من هذه القصائد. ونحن في الشرح سنركز على أمرين، سنبين لك معاني المفردات، وهذا مهم جدا، يعني كل كلمة نبين معنى هذه الكلمة بيانا بأن تعرف المعنى الحقيقي للكلمة، ثم ما الذي يريده كعب من هذه الكلمة في هذا الموضع. لأن الكلمة وهي في المعجم غيرها وهي في الشعر، لأنها وهي في الشعر قطعة من شعور كعب تحمل شحنة نفسية. لماذا عبر بهذه الكلمة؟ إذا تركز على هذا، على معاني المفردات. وهذه قصيدة صعبة جدا،
وسهلة جدا. سهلة عندما يقتضي المقام السهولة، صعبة عندما يقتضي المقام الصعوبة. فكعب عندما يتغزل، الغزل جميل جدا أليس كذلك؟ كل يحب الغزل أليس كذلك؟ نعم. إذا عندما يتغزل تبرك الألفاظ، الألفاظ تكون سلسة عذبة رقيقة، لأن الغزل يقتضي ذلك، هذا حب. وعندما يصف الناقة، يصف الناقة في 21 بيتا، فإنه ينحت من صخر تلاتها إلى صخورا. ألفاظ صعبة جدا والله، لابد من أن تستحضر المعاجم وأن تستفتيها، ومنها ومن هذه المعاجم ما تعجز عن الإجابة. إذا الألفاظ صعبة جدا عندما يصف الناقة، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن الناقة في الصحراء، وفي الصحراء لا نجد إلا حزونا وصعوبة. إذا الألفاظ لابد من أن تكون وعرة لتناسب المعنى، لابد من أن تفهم معاني المفردات. الأمر الثاني، لابد من أن تعرف المعنى الإجمالي لكل بيت، المعنى الإجمالي لكل بيت، ما الذي يريده في هذا البيت. وضع في ذهنك بأن الذي يقرأ الفقه كتاب الطهارة الآن في الفقه أو يقرأ التفسير الآن ليس أفضل منك أبدا، وأنت تتلو وأنت تقرأ هذه القصيدة، هذه القصيدة قصيدة دينية أيضا، ليست أدبية فحسب ولا نحوية فقط، وإنما هي دينية أيضا. نتقرب إلى الله بسماع هذه القصيدة وبشرح هذه القصيدة وبدراسة هذه القصيدة وبتدريسها. الآن نحاول أن نسيح على الشاطئ هذه القصيدة حتى نشير إلى المعاني أو إلى الأركان أو إلى العناصر أو إلى الفصول أو إلى الأقسام التي قسم إليها كعب قصيدته، لأن الشاعر وهو يتحدث وهو يبدي لنا ما يختلج في صدره هناك معاني كثيرة تجتمع في القصيدة، ولكن هناك معنى هو المقصود من القصيدة. ما المقصود من هذه القصيدة؟ لماذا أنشد كعب هذه القصيدة؟ ما هو الغرض الذي كان يرمي إليه؟ ما هو؟ هو الاعتذار، الاعتذار والاستعطاف والتنصل مما رمي به، مما طهم به. ما هو الغرض الرئيس من هذه القصيدة؟ الاعتذار. وماذا؟ الاعتذار والاستعفاف والتنسل، عطف تفسيري. وفي أثناء الاعتذار يمدح. إذا المقصود من هذه القصيدة الاعتذار. ولكن إذا ما فتشنا القصيدة ونقبنا في تراكيبها سنجد أن كعبا تحدث في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، لأن الشاعر لا يلج في موضوعه، لا يحجم على موضوعه هكذا، لا، يمهد ويقدم ثم يأتي بالموضوع، ثم بعد ذلك عند الخروج يهيئ أيضا للخروج. إذا هناك مطلع وهناك موضوع وهناك خاتمة. مطلع القصيدة غزل، نسيب، نسيب. والشعر إذا كان في المديح يستحسن أن يكون مفتتحا بالغزل، فهو في البداية يتغزل، والغزل يكون على إذا جاء الغزل مستوفيا أركانه فإنه يأتي مشتملا على أمور أربع. الأمر الأول الحديث عن المحب، الأمر الثاني الحديث عن المحبوب، الأمر الثالث الحديث عما بين المحب والمحبوب من حجر ووصل والسلوى والشكوى، الأمر الثالث
الحديث عن الرقباء والمشاف كم؟ أربعة. المهم المحبوب ما بينهما، والحديث عن المشاف عن الرقباء الحراس على الإفساد بينهما. إذن الشاعر وهو يتغزل قد يأتي بهذه الأمور الأربعة، وقد يأتي ببعض منها. والشاعرنا وسيدنا ومولانا كعب أتى بهذه الأمور الأربعة. حديث عن المهم، لأن المهم لابد من أن يصف لنا لوعته حرقته، هو أحب. وإياك أن تظهر لي كيف زهدا في ماذا؟ في الغزل. الغزل ليس محرما يا مولانا، ليس محرما. الحب مشروع ومطلوب شرعا. والذين كتبوا في الحب وأجابوا وأبدعوا هم الفقهاء. ابن حزم، داود الظاهري القياسي له كتاب في الحب يسمى الزهرة، يسمى الزهرة. رأيت كيف سمى الزهرة؟ وابن حزم الظاهري هو له أحسن كتاب في الحب يسمى فوق الحمامة. وابن القيم له كتاب قيم في الحب يسمى يسمى روضة المحبين ونزحة المشتاقين. نزحة، يسمى روضة المحبين ونزحة المشتاقين. رأيت وحكذا. والعالم الهندي صديق خان له كتاب في الحب يسمى نشوة السكران، يعني المهم صار سكران رفع عنه القلم. إذن الشاعر يبدأ قصيدته بماذا؟ بنسيب. وجاء النسيب مستوفيا لهذه الأمور الأربع، تحدث عن نفسه وهو المهم في بيت واحد، في بيت واحد. أنا أحلل لك القصيدة أولا، أو أبين لك ملامح القصيدة، ثم غدا نبدأ في شرح الأبيات بيتا بيتا، جملة جملة، كلمة كلمة، حرفا حرفا، حركة حركة. هذا هو المنهج الذي نأخذه عن مشايخنا في الأزهر الشريف، ليس المعنى الإجمالي فقط. قد تكون سمعت هذا من غيري، ولكن التحليل هذا شيء آخر. هذا لا يأتي إلا ممن قتل النص علما وماذا؟ ودراية، دراية ورواية. نحلل النص تحليلا أزهريا، والتحليل الأزهري هو تحليل علماء المسلمين عبر العصور، عبر العصور. إذا تحدث عن نفسه في بيت واحد، بان السعاد فقلبي اليوم مقبول، متيم إثرها لم يفد مقبول. بانت سعاد، إذا سعاد ارتحلت، ظعنت، سافرت، فارقت، فصلت عن موضعها. إذا ما الذي ترتب على البينونة؟ ما الذي حدث بعد السفر، بعد الظعن؟ فقلبي اليوم مقبول، فقلبي اليوم مقبول. إذا قلبه مقبول، مسقم، مذنب، مريض، متيم إثرها، قلبي مذلل، مستعبد في إثرها، لم يفدى، قلبي هذا أسير، عبد، هو في قفص. سعاد عندما ارتحلت وضعت قلب كعب في حقيبتها، عندما ارتحلت لم ترتحل وحدها، وإنما ارتحلت بقلب كعب. إذا كعب الآن مجنون، هو مجنون كعب، مجنون سعاد. فقلبي اليوم مقبول، متيم إثرها لم يفد مقبول. القلب هذا ليس أسيرا فقط،
بل وضعت الأغلال على هذا القلب. وهو يتحدث يأتي ماذا بالقلب، لأن القلب هو أمير البدن. إذا كان القلب قصار أسيرا، قصار عبدا، قصار مذللا، قصار مريضا، ها لا فكاكة ولا هذا القلب الآن في حقيبة سعاد. سعاد ثم يأتي بسعاد، وما أدرك ما السعاد. هناك أسماء كثيرة كان يستطيع أن يأتي بها، والشاعر عندما يأتي باسم ربما لا يكون هذا الاسم هو اسم العشيق على حبيبة، قد يأتي باسم من الأسماء، ولكن كعب اختار سعاد، وهذا من السعادة، وما أدرك ما السعادة. كعب يبحث عن السعادة الآن، عن اليوم، عن البركة، عن النجاة، عن الدخول في الجنة. إذا يختار هذا الاسم، لا يأتي بلبنى، ولا يأتي ببثينة، ولا يأتي بمي، ولا يأتي بمية، وإنما يأتي بالسعاد. فقلبي اليوم مقبول، متيم إثرها لم يفد مقبول. إذا تحدث عن نفسه في هذا البيت انتهى. ثم بعد ذلك يتحدث عن من؟ عن المحبوب، والمحبوب هنا محبوبة. من هي؟ سعاد. ومن هي سعاد؟ قال بعضهم عندما قال الشاعر: وما سعاد غلاة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هي سعاد؟ منكرا عليه ذلك، فقال: هي زوجتي، هي زوجتي. فقال أهل العلم: يجوز للإنسان أن يتغزل في زوجته، وهذا مشروع، لابد من أن تبدي لها حبك لها. وقال بعضهم بأنها امرأة غير حقيقية، الشاعر فقط نسج على منوال الشعراء المتقدمين الذين كانوا يستفتحون قصائدهم بالغزل. إذا يأتي باسم، وإن لم تكن سعاد حقيقية. إذا عندما يصف سعاد يأتي بالصفات، يأتي بأمرين. أولا يتحدث عن سعاد، عن جمال سعاد. لماذا؟ ليبرر لنا تعلقه وتشوقه وتعلقه بسعاد، لأنها في غاية الجمال، أعطيت قسطا من الجمال. فيقول: وما سعاد غلاة البين إذ رهلوا إلا أغن غضيض الطرف مقبول. سعاد عندما ارتحلت لم ترتحل سعاد، وإنما الذي ارتحل ظبي، وما أدرك ما الظبي. وهم يشبهون المرأة بالظبي. غضيض الطرف مقبول، فيصف هذا الظبي. ثم يصف تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل براه معلول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل براه معلول. فيصف لنا أسنان سعاد وريقها، وأن هذا الريق مزج بالخمر، ومزج بالخمر مرتين، مزج مرة بعد أخرى، وهذه الخمر مزجت بماء، وهذا الماء يقص الشاعر قصة هذا الماء، من أين جاء هذا الماء، فيستطرد في ذلك. كل ذلك ليبين لنا بأن هذه المرأة تستحق أن تجنن إنسانا، وها هي قد جننت مولانا وسيدنا كعبا رضي الله عنه. الشق الثالث أو الركن الثالث أو الأمر الثالث من الغزل هو ماذا؟
الحديث عما يجري بين المحبين من وصل وصد وهجر وما إلى ذلك. فالشاعر يتحدث عن ذلك في ماذا؟ في قوله أكرم بها، أكرم بها قلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول، لكنها قلة كالسيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم ولا هال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد ركوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. فهو هنا يتحدث عن سعاد، وأنا سعاد كريمة جدا، ولكن بالشرط الواحد. ما هذا الشرط يا مولانا؟ لو أنها كانت صادقة، إنها تخلف الميعاد، تعد ولا تفي، تصل وتقطع، تبدل خليلا بخليل، هي يوما مع فلان وغدا مع فلان، وربما لم يكن ذلك، ولكن الشاعر من شدة حبه يتخيل بأن سعادة عندما تقاطعه فإنها ترجع إلى خليل آخر. توهمات وخيالات من شدة الحب. وفي أثناء ذلك يحدثنا بأن سعادة ألقت عصاها في مكان بعيد جدا، وأن هناك مراحل شاسعة تفصل بينه وبينها، ولكن لكي يصل إلى سعاد لابد من ناقة، هذه الناقة لابد من أن تكون كريمة عتيقة. أمس السعاد بأرض، قبل ذلك ماذا قال؟ وما السعاد غداة البين إذ رحلوا. إذن السعاد خرجت صباحا، أمس السعاد دخل في المساء في أرض، هذه الأرض بعيدة جدا عن من؟ عن كعب. كيف يصل إلى سعاد؟ للوصول إلى سعاد، لابد من ناقة، هذه الناقة لابد من أن تكون كريمة عتيقة. أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق الناجبات المراسيل، إلا العتاق، العتاق جمع للعتيق، والعتيق هو الإبل التي حررت، عتقت من عن كل عيب، لا تجد عيبا في هذه الإبل. إذن الصفة الرئيسة الكرم والعتق، ثم من الكرم يخرج صفتين، هما السرعة والقوة، السرعة والقوة. إذا هناك صفة رئيسة، ما هي؟ العتق، ثم ينتزع من هذه الصفة صفتين، هما القوة والسرعة. أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، المراسيل السريعة، ثم يقول بعد ذلك ولن يبلغها إلا أذافرة لها على العين إرقال وتبغيل. جميع الصفات التي تأتي بعد ذلك ترجع إلى القوة وإلى ماذا؟ وإلى السرعة، والسرعة والقوة يرجعان إلى ماذا؟ إلى العتق والكرم. فيصف الناقة في ماذا؟ في 21 بيتا، من قوله أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلى قوله تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق أن تراقيها رعبيل. إذن في 21 بيتا، لا يزال في الغزل، لا يزال في الغزل. ثم يتحدث عن الوشاة، عن الرقباء، من الناس من لا يعجبه أن يرى حبا
بين رجلين ولا بين رجل وامرأة أبدا. لابد من أن يسعى ليكدر صفو هذا الحب، ليسعى جادا في ذلك. إذن يتحدث عن من؟ عن الوشاة. تسعى الوشاة جنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حذاء محمول. هذا البيت رائع جدا، تستطيع أن تبني خطبة الجمعة على هذا البيت. كل ابن أنثى، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حذاء محمول. وقبل ذلك أيضا قوله فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. إيمان صادق. فهو يتحدث هنا عن الوشاة، عن القتاتين، القتات، عن النمامين. النمام هو الذي يحضر معك، أنت تفضي إليه بما في قلبك ثم ينقل هذا إلى غيره. لماذا؟ للإفساد. هذا يسمى نماما. أما القتات هو يسمع إليك بحيث لا تدري وينكل ليفسد بينك وبين القوم، هذا يسمى قتاتا. إذا يتحدث عنهم هنا، إذا جاء بالمقدمة وهل هذه الأبيات كلها مقصودة؟ ما هو المقصود من هذه القصيدة؟ المقصود هو الاعتذار والاستعطاف والتنصل مما رمي به. إذن يأتي الآن يدخل الآن في الموضوع، ما هو؟ أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو إن رسول الله معمول، مهلا حداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيذ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولا الأذن وإن كثر في الأقاويل. يتحدث هنا بدأ الآن في الاعتذار، وفي أثناء الاعتذار يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتحدث عن مجلسه. مجلس النبي كان مجلس الهيبة. يقول لقد أقوم مقاما لو يقوم فيه أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول من الرسول بإذن الله تنويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم فيه أرى لو لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد. يعني هو الآن في مجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا المجلس الذي هو فيه الآن هو مجلس الهيبة، مجلس الهيبة. الفيل وهو أضخم الحيوانات، هذا الفيل لو وقف في موقف القاع لابتعدت فرائسه وارتجفت خوفا وهيبة. ثم بعد ذلك يتحدث عن هيبة رسول الله في قلبه. لذاك أحيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منصوب ومسؤول من خادر من ليوس الأسد مسكنه. إذن النبي أحيب في قلبه من هذا الأسد. إذن تحدث عن المجلس الذي كان فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تراهم سكوتا لا يتكلمون، كل أذن إليه، ترى هيبة ومهابة وجمالا وبهاء، وترى أنوارا في كل مكان. إذن ويواصل في المديح وفي الاعتذار إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مصدور.
إذن هنا ينتهي ما يتعلق بماذا؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتحدث عن صحابته من المهاجرين. في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل المعاذيل إلى أن يقول لا يكوا طعن إلا في نهورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. يتحدث عن المهاجرين ولكنه لم يمنح الأنصار. لماذا؟ لأن الأنصارية كاد أن يهول بينه وبين الشهادة. أراد أن يقتله، أليس كذلك؟ فضاق صدره، وجد هذا في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، قال لولا مدحت الأنصار فإن الأنصار لذلك أهل. النبي بين الصحابة هناك مهاجرون وأنصار، مدح النبي ومدح المهاجرين وترك الأنصار، فإن الأنصار أهل لذلك. فإذا بي كعب ينبري فانبرى منشدا مرتجلا، شاعر كبير، بمجرد أن قال النبي هذه الكلمة فإذا بكعب يقول في قصيدة منها من سره شرف الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابيرا عن كابير إن الكرام هم بنو الأخيار. من سره شرف الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، يعني من أراد الجهاد، من أراد البقاء، من أراد الخير في الدنيا والآخرة فلا يزل في مقنب، يعني في جماعة من صالح الأنصار. النبي بينهم، أليس كذلك؟ رأيت المعنى كذلك؟ ورث المكارم كابيرا عن كابير، كرم الأنصار ليس كرما جديدا مستحدثا بل إنه كرم تليد ورثه كابيرا عن كابير. إن الكرام هم بنو الأخيار في قصيدة موجودة في ديوان سيدنا قعقب رضي الله عنه. إذن وجدنا بأن القصيدة تحوي أمورا ثلاثة. الأمر الأول التشبيب، يعني الغزل. الأمر الثاني الاعتذار والاستعفاف وتنصل ومدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الحديث عن المهاجرين، مدح المهاجرين. هل نقول بأن الشاعر لم يحسن لأنه جاء بموضوعات مختلفة في قصيدة واحدة وأنه كان ينبغي أن يخلص قصيدته لموضوع معين؟ نقول له لا، كل هذه الأمور تصب في ماذا؟ في الموضوع. لأنه عندما يتحدث عن السعاد، انظروا عندما قال السعاد وكان يبحث عن السعاد، أليس كذلك؟ السعاد الآن ارتحلت، ظعنت، ابتعدت، فهو يريد ناقة يمتطيها إلى من؟ إلى السعاد. ونرى كعبا قد امتطى ناقته، ولكن أين وصل؟ هل وصل إلى السعاد؟ أو وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا نراجع أنفسنا في أن نقول بأنه يقصد السعادة، يقصد بالسعادة امرأة حقيقية، وإنما يرمز إلى ما يريده، لأنه إنما يمتطي الناقة إلى السعادة فإنه لا يصل إلى السعادة وإنما يصل إلى السعادة، والسعادة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه وضع السعاد رمزا فقط ليخدعنا عن مقصوده، إذن الموضوع كله واحد. وعندما يتحدث عن المهاجرين، المهاجرون هؤلاء صنعهم الله بمن؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مدح المهاجرين مدح
لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى من حوله، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تعرف الشيخ انظر إلى طلابه، فإن كانوا ضعفاء وهم معه في وقت بعيد إذن هناك علامة استفهام، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تعرف الشيخ انظر إلى طلابه، بذلك ستحكم على الشيخ، بذلك تحكم على الشيخ. إذا أردت أن أعرفك أنظر إلى قرنائك إلى أصدقائك، ودائما ما طلاب مجتهدين، دائما ما أناس يلازمون المجالس. هذا طالب جاد والصديق فلان، صديق فلان عايز، ودائما مع طلاب كسالى لا يذاكرون إلا إذا جاءت الامتحانات، وإذا انسلخت الامتحانات انسلخوا عن العلم. إذا هذا طالب خذ حذرك منه، لأن الكسل عدوى، عدوى. ترى طالبا جادا ولكن مجرد أن يخالط طالبا كسولا فإذا به صار كسولا. لابد من أن تتعلم العلم، تفهم هذا؟ إن لم تتعلم ستكون حاسدا. لماذا؟ لأنك أتيت مع بعض الإخوة في نفس سنة، أو حضرت في مجلس الشيخ مع بعض زملائك، وهؤلاء جميعا لهم مجالس اليوم، وأنت ما زلت تتردد بين المجالس، لم يجني شيئا، لم يجني شيئا. إذا سيبدأ الآن الطعن في الناس، أنا أعرف كنا نحضر معا في المجلس، لا أعرفه، نعم أنت تعرف ثم ماذا؟ ثم ماذا يا مولانا؟ الرجل العالى علامة يا مولانا، أين أنت؟ ها؟ أنت ما زلت متعلما، ها؟ تفهمون هذا؟ إياك والحسن، إياك والحسن، أنت ركز على العلم، بدلا من أن تركز على الناس، ركز على العلم، ودعك من الوساوس، تفهمون هذا؟ هذه القصيدة سنشربها أسبوعا كاملا إن شاء الله، ثم بعد ذلك نشرح شرح الملحق للإمام الحريري. شرحنا المتن قبل الامتحانات، وسنشرح شرح الحريري شرح الشيخ، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. سنشرح شرح الحريري على الملحق، وهذا الشرح لن يأخذ وقتا طويلا، ربما في 10 محاضرات أو في 70. أيها المالكي كيف حالك؟ الحمد لله. تفهمون هذا؟ ما أما خالد الأزهري فإنه سيظل خالدا، سيظل خالدا. إذن اشتروا هذه الكتب، شرح الباجوري على بان السؤال، وشرح ابن هشام على بان السؤال، وشرح السيوطي على بان السؤال. وهناك كتاب رائع جدا ينبغي للطالب أن يشتريه، اسمه قراءة في الأدب القديم، قراءة في الأدب القديم لشيخنا شيخ علماء البلاغة على وجه الأرض محمد أبي موسى. الكتاب يوجد في مكتبة واحدة، يسمى قراءة على الحكاية، قراءة في الأدب القديم، قراءة في الأدب القديم. هل هناك استفسارات؟ هذه القصيدة بان السعاد لواحد أن يتساءل. بردة المدينة للإمام البصيري ورد من أوراد المتصوفة، أليس كذلك؟ وبان السعاد ليست وردة، أليس كذلك؟ وأنا أرى بأن كعب، بأن كعبا لولا الأبيات التي قالها في وصف الناقة، لولا هذه الأبيات لكانت بان السعاد وردا أيضا، ولكن الأبيات التي جاءت في وصف الناقة صعبة جدا، صعبة جدا، تأخذ من صاحب الورد وقتا طويلا، وقتا طويلا، فهمت هذا؟ ثم أيضا ينظر إلى المعنى فيجد وصفا للناقة، وصفا للناقة. أما بردة الإمام البصيري فهي خالصة للنبي عليه الصلاة والسلام،
تفهمون هذا؟ نعم. وفي الحقيقة لا توجد قصيدة في المديح النبوي أقوى وأفضل وأعظم وأسلف من مدة الإمام البصير رضي الله تعالى عنه. تفهمون هذا؟ إذا سنلتقي غدا وأنا سآتي مبكرا بعد الظهر مباشرة لنشرة يعني كيف يقول ما يتعلق بالنسيب، يعني من قوله بان السعاد إلى قوله أرجو وآمل أن تبنوا مودتها وما إخال لدينا منك تنوير إلى هذا البيت. سنشرح من البداية إلى هذا البيت، ثم بعد ذلك نشرح الأبيات المتعلقة بمنع بالناقة إما في درس وإما في درس واحد وهكذا. تفهمون هذا؟ المحاضرة في كل يوم، يعني غدا وبعد غد ونستثني الجمعة فقط، نستثني الجمعة. ويجب على كل واحد منكم أن يحفظ هذه القصيدة تقربا إلى الله، نعم، وثانيا لتكون في نفسك ملكة أدبية. إذا قرأت كتابا رأيت مفردات تفهمها، إذا أردت أن تكتب كتابا أو أن تكتب قصيدة أو أن تخاطب غيرك فإنك تجد ثروة لغوية بين جنبيك تنفق منها كما تشاء. وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.